دكتور طارق الكودي. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيك يا فندم. دكتور ممكن حضرتك تعرفنا نفسك؟ انا طارق الكودي، انا استاذ قلب في كليه طب القصر العيني ونائب رئيس الرابطه العربيه لانعاش القلب وسكرتير عام شعبه انعاش القلب في جمعيه القلب المصري. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيك يا فندم. دكتور كان حضرتك عندك سبيتش. انا كان عندي سبيتش لان احنا مهتمين جدا حاليا بانعاش القلب او التدريب على انقاذ الحياه، سواء ان احنا مهتمين بالكلام ده يكون للاطباء او الميديكال كير بروفيشنالز اللي هو مقدمين الخدمه الطبيه من التمريض والصيادله والاسنان والاطباء، والاهتمام الاكثر والاول مره في كارديو اليكس هنقدم بكره للناس العاديه، لان انا عندي المريض لما بيقدر يتوقف اول واحد بيشوفه انسان عادي وليس طبيب. فعندنا احنا بنقيم الوقت دلوقتي بالثانيه، وكل ما ان احنا نسرع بمحاولات انقاذ الحياه يكون افضل قبل ما يتنقل للمستشفى. يعني ازاي لو شخص وقع ان حد تاني يقدر يساعده؟ مش لازم يكون دكتور. مش لازم. فاحنا النهارده المسج اللي بنقولها ان امراض القلب كان بي بريفنتد، نقدر ان احنا بزياده الوعي وعن طريق استعمال الطب الوقائي ان احنا نقدر نمنع حدوث امراض القلب. والاهم ان حصل لو حصل توقف لعضله القلب ان هو نقدر نساعده ان احنا ننقذها بسرعه عن طريق حاجتين. الخطوه الاولى مجرد نعمل ضغطات على الصدر او كومبريشنز. الضغطات على الصدر دي بتساعد بطريقه ميكانيكيه توصيل الدم لاجهزه الجسم، ثم بعد كده بنستعمل جهاز بسيط قوي اللي هو اوتوماتيك اكسترنال ديفايبريتور او جهاز الصدمات الكهربائيه الاوتوماتيك. وبالمناسبه هو موجود في عربيات الاسعاف، موجود في الاماكن العامه، بس احنا عايزين الناس تعرف ازاي تستعمله. فده حلمنا، وحلمنا بكره ان شاء الله يوم الجمعه احنا هنعمل هنا ودي اول مره عن طريق المبادره القوميه لانقاذ الحياه او المبادره المصريه لانقاذ الحياه، ان احنا عايزين ندعو لتعليم اطفال المدارس للناس العاديه في الشارع ازاي تقدر، لان قبل ما بيوصل ثم بعد كده لما يوصل للطبيب في الطوارئ، الطبيب الطوارئ يتصرف بسرعه جدا. احنا النهارده عايزين يتصرف من 5 ل 10 ثواني، ما ينتظرش طبيب القلب او طبيب الكريتيكال. طيب دكتور كنا عايزين نعرف من حضرتك ازاي الدكتور يتصرف بشكل سريع. اول حاجه يبقى عنده سرعه رد الفعل. سرعه رد الفعل عن طريق عندنا حاجه اسمها تشين اوف سرفايفر. تشين اوف سرفايفر اتس كومبريز من 4 حاجات: ايرلي ريكوجنيشن، رابيد اكشن. ايرلي ريكوجنيشن لازم يبقى عنده حاجه اسمها هاي اندكس اوف سسبيشنز، يبقى عنده احساس اكلينيكي عالي ان احتمال المريض دوت يحتاج سرعه رد الفعل. اثنين، انه لازم يبقى عنده يبتدي على طول انه يعمل ايرلي كومبريشن او صدمات كهربائيه. ثلاثه، يستعمل جهاز صدمات كهربائيه. اربعه، ان هو يتصل بالاسعاف او كول فور هيلب النتيجه تساعده بسرعه. لازم بالنسبه للطبيب ان يكون عنده سرعه رد الفعل. ميرسي جدا يا دكتور، ساعدنا جدا وجود حضرتك معانا. انا بحضرتك وكل سنه وحضرتك طيبه.